الخلع. النهارده هنتكلم مع بعض عن الخلع. ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اتعودت معاكم في سلسله الموضوعات القانونيه اللي بيقدمها موقع نقابه المحامين، اللي كل مره بنتكلم عن موضوع جديد. النهارده هنتكلم عن الخلع، لكن هتكلم عنه من زاويه مهمه جدا، هي زاويه الاثار السلبيه التي يتضرر منها الزوج في حاله الخلع. انتوا عارفين طبعا ان الخلع هو صورة من صور التطليق، ولكنه تطليق بعوض. فالخلع هو أن تفتدي المرأة نفسها بعوض في مقابل أنها تتطلق. ولا يشترط في الخلع أن يكون عندها أسباب، يكفي أنها تقول له أنا ما بحبوش وفقا للحديث الشريف. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف قال للمرأة ماذا قدم لك؟ قالت له قدم لي حديقة. فالنبي سألها أتردين له الحديقة؟ قالت أردها وأزيد، يعني أنا رجع له اللي خدته منه وزيادة بس يعتقني واتطلق منه. الشاهد في الحديث ده إن الراجل الزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعت له وجابه وقال له يا حارس خذ الحديقة وطلقها تطليق. يبقى الزوج كان موجود. أدي أول دلالة من الحديث. اتنين، الطلاق وقع بإيد الزوج والنبي قال له خذ الحديقة وطلقها، بيقول له خذ الحديقة وطلقها لك أنا، وطلقها أنا منك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة بدور إيه؟ يقوم بدور الحاكم القاضي. حاجة الثالثة أنها ردت له الحديقة، يعني ردت له إيه؟ المهر والشبكة والهدايا. ده الجزء اللي احنا هنتكلم فيه. إيه الحاجات اللي ممكن يتضرر منها الزوج؟ عد معايا. أولا، الزوجة لما بترفع خلع، الخلع معناه انها بتتنازل عن مقدم الصداق المهر، وطبعا المصريين بيكتبوا 1 جنيه، فبتعمل له انذار رسمي على يد محضر ب1 جنيه، لكن هو اتجوزها بجنيه. بيبدا الزوج من خلال محاميه، وانا بتكلم ده لشباب المحامين، بنعمل ايه؟ بندفع بصوريه مقدم الصداق، ولازم تؤكد للمحكمه على جديه الدفع، تقدم مستندات، تقدم صوره قائمه المنقولات، تقدم اي فواتير تؤكد بأن مقدم الصداقة الذي عرضته الزوجة مش حقيقي. هو اتجوزها بجنيه؟ هو في حد بيتجوز بجنيه يا ريس؟ ده جاب لها مهر وجاب لها عفش وجاب لها شبكة وجاب لها هدايا وصرف ما لا يقل عن 200,000 جنيه. في الحالة دي المحكمة بتحيل الدعوة للتحقيق وبتسمع شهوده وشهودها، وإذا تيقنت المحكمة من أن هناك جدية في الدفع بصورية، خد بالك، جدية في الدفع بصورية مقدم الصداق، بيترتب على ده ان المحكمة بتقدر القيمة الحقيقية للمهر وفقا لمهر المثل، وبناء عليه بتطالب المحكمة الزوجة بانها ترجع للزوج المهر الحقيقي مش اللي مكتوب في عقد الجواز. وفي الحالة دي الزوجة ما بتقدرش ترجع، فبتطلب تعديل الطلبات في الدعوة وبيتحولها لدعوى طلاق، وبعدين تدور على ضرر فما تلاقيش ضرر وما تقدرش تثبته، فتسيب القضية أو ترجع ترفعها من جديد. اللي عايزين نقوله هنا يا جماعة إن الأضرار السلبية والأثار السلبية اللي وقع على الزوج متعددة، زي إن الزوج ما بيطلقش بإرادته، وده ممكن كمان لا يعلم بوجود الدعوة، وكلكم عارفين إن أحيانا بيتم الإعلان إداري والزوج ما يعرفش، وإعادة إعلان إداري والمحكمة تحكم بالتطليق خلعا رغم عدم علم الزوج، ورغم ان الطلاق ما وقعش بايده لانه لم يعلم بوجود الدعوه، وما فيش حاجه اتردت له ولا رجع له حاجه لان اتعمل له انذار رسمي على يد محضر ب1 جنيه، وطبعا لم يعلم به، فاودع هذا الجنيه خزينه المحكمه، فالزوج ما خدش حاجه، لا خد الجنيه ولا طلق ولا عرف. طب يعمل ايه الزوج ده؟ يتصرف ازاي؟ اولا لازم تقول لموكلك لما يقول لك انا مرفوع عليا دعوه خلع، تقول له لازم تحضر. الازواج والرجاله في الغالب لما بيعرف ان في دعوه خلع ما بيروحش وما بيحضرش، بيقول لك ما هو كده كده هي هتتنازل. هي هتتنازل عن ايه يا ابني؟ انت مش فاهم. التنازل عن نفقه العده والمتعه مؤخر الصداق. نفقه العده والمتعه مؤخر الصداق اموال هي لم تقتضيها، ما خدتهاش، ما قبضتهاش. لا نفقه عده خدتها وهترجعها، ولا نفقه متعه خدتها وهترجعها، ولا مؤخر صداق خدته وهترجعه. يبقى هي ما خسرتش حاجه. دي مش كده وبس، دي هتاخد منك الشقة بقرار تمكين عشان هي حاضن، وهتاخد منك العيال عشان هي أم وحاضن والحضانة القانونية والشرعية ليها، وهتاخد نص مرتبه نفقة للعيال،
وهترجع عليه بالزيادة وتحبسه، وكمان هترجع عليه بنفقة التعليم وغيره من الطلبات. طب نعمل ايه عشان نوقف الخلع؟ يبقى من اهم الثغرات اللي ممكن تشتغل عليها وانت شغال في دعوة الخلع انك تدفع بسورية مقدم الصدق عشان تبوظ عليها الخلع، مع التأكيد على ضرورة تقديم المستندات الدالة على جدية الدفع عشان المحكمة تقبله وتحيل الدعوة للتحقيق، وبالتالي تقدر القيمة الحقيقية لمقدم الصداق. وفي الحالة دي هتبقى السوق الزوجة لو كانت جادة فعلا مش عايزة تكمل معاه هتدفع، انما لو كانت ده زي كتير من البنات اللي ممكن تكون مش قادرة تكمل في الحياة والشيطان ضحك عليها ومش عايزة تكمل في الزواج وعايزة تخرب البيت بإيديها، هتضطر انها يعني تتراجع عن موقفها وترجع لعقلها وتفكر، ويمكن وقتها الحياة تكمل وتستمر. الموضوع مهم، لازم تقروا كتير في الخلع، لازم تعرفوا ايه اوجه الثغرات اللي ممكن تلجأ اليها لو انت عن الزوج، وكمان اللي ممكن تلجأ اليها لو انت عن الزوج. احمد مهران.